بص، مش هقول لك على ذوقي، بس انا ما اظنش حد فينا يختلف على الله يرحمه يا رب جورج سيدهم، والله ما بهزر. طبعا مع حفظ الالقاب يعني، ده خفه دم وموهبه مذهله جدا. وبعدين ما كانش بس عنده قدرة على صنع الابتسامة بأدائه التمثيلي، أدائه بشكل عام، الاسكتشات اللي كان بيعملها بمشاركة زميليه العزيزين رفاق الرحلة أيضا رحمة الله عليهم الضيف أحمد وسمير غانم، ثلاثي أضواء المسرح. فرقة كانت استثنائية ومختلفة تماما، وقدمت عمل مسرحي وسينمائي شديد الاختلاف، وكانوا جداد على الذائقة المصرية وعلى الذائقة العربية بطبيعة الحال. وبعد وفاة الضيف أحمد كمل الثنائي جورج وسمير، أمتعونا بكل حاجة قدموها سوا. وبعدين نصل مرة تانية إلى حتى المشاركات اللي كان بيعملها جورج سيدهم، الله يرحمه يا رب، الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه من قلبي، مش عشان البرنامج ولا أي حاجة خالص، ده بجد يعني. يعني مثلا أنا عايزك تتفرج على مشاهده في الشقة من حق الزوجة، مشاهده مع الله يرحمه يا رب محمود عبد العزيز وربنا يديه الصحة فريدة سيف النصر، كانت زوجته في الفيلم. لازم تشوف المشاهد بتاعته دي. شوف، بص هنا مثلا، كان لسه في مشهد جاي من الفيلم بتاع واحد صاحبي ما تعرفوش، انا عايز افتكر كان اسمه ايه يا ربي، سمير صبري وعادل امام، البحث عن فضيحه. او هو بقى عنده مشاهده مع صلاح نظمي ومع نوال ابو الفتوح الله يرحمهم، يا دين النبي. بص 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 اللي هو عامله، يعني انا ادفع نص عمري ان دي التفكيره بتاعه جورج سيدهم. لما يقرا السيناريو هو خلاص تخيل الشخصيه عامله ازاي. يعني ليه بقى بقول لك انه ده اكيد تفكيره هو، اكيد بيقعد مع المخرج ويقعد لكن لانه اللي يتابع اعماله هيعرف ان هو كان ليه طريقه في تقديم الكوميديا، طريقة في شكل الشخصية ولبسها وطريقة كلامها، هو ليه طريقته، وكل شخصية بتبقى منفصلة بس فيها بصمة جورج سيدهم الله يرحمه حقيقي. وأنا أظن إن حياته هو مع أسرته كانت ممتلئة بالتفاصيل، بالتأكيد فيها الكواليس اللي ما نعرفش عنها حاجة، بس ما بين رحلة صعود رائعة ونجاح وصمود لفنان مصري أصلي أصيل من قلب الصعيد في سوهاج، جرجة دي بلد رفاعة الطهطاوي، بس رفاعة الطهطاوي كان من قرية طهطا بقى. وبالتالي يستحق جورج سيدهم كل التكريم، وتكرم اسمه من قبل فخامة الرئيس خلال افتتاحه عدد من المشروعات في سوهاج، وده كان مهم قوي قوي، وفرحنا كلنا إنه مصر بتكرم ولادها، بتحب ولادها، عارفة مسيرة ولادها، بتكلل عطاء ولادها بهذا التكريم. يمكن في آخر أيامه، آخر سنينه، تعب قوي قوي، ده التكريم بتاع الفنان الكبير الله يرحمه يا رب فناننا جورج سيدهم، وزوجة الفنان جورج سيدهم مدام ليندا مكرم، وهي تستلم هذا التكريم من فخامة الرئيس. احنا معانا دكتور ليندا مكرم، زوجة الفنان الرائع العظيم، مش هقول الراحل ولا حاجة خالص، لانه انا في رأيي دايما هو عايش، جورج سيدهم. اهلا بيك يا دكتور ليندا. اهلا اهلا بيك استاذ حسين. ازاي يعني حضرتك يوسف الحسيني؟ اهلا بيك يا حبيبي. انت على فكرة اصل البرنامج ده كمان، اولا بشكرك جدا على المقدمه اللطيفه اقل حاجه تتقال يا فندم صدقني، وهذا البرنامج التاسعه ده ليه معزه خاصه لدينا منذ ان بدا المشوار بتاعه وائل الله يرحمه، الابراشي الله يرحمه يا رب، الانسان الجميل العظيم، على رايك كلمه العظيم يعني حقيقي، واكملت المسيره حضرتك يا فندم العفو. كان البرنامج له يعني الحقيقه طابع خاص عند كل المصريين،
ما هو ده برنامج كل المصريين. فأكملت المسيرة يا أستاذ الله يخليك يا دكتور، الله يخليك يا دكتور، ربنا يخلي حضرتك. يعني خليني الأول هسأل على كلمات دارت ما بين فخامة الرئيس ودكتور ليندا مكرم على المسرح عند استلام التكريم، كانت إيه الكلمات اللي دارت يا فندم؟ هو طبعا التكريم ده كان أنا اعتبرته إن تكريم رفيع المستوى من نوع خاص جدا، إن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يكرم فنان لايف كده، يعني انا ده ما شفتهاش خالص الحقيقه، ان في فنان يكرم لايف كده فيس تو فيس، فكان ده فخر كبير جدا، كرامه شديده جدا، شرف كبير جدا الحقيقه. انا كنت بقول طبعا شكرته جدا جدا لانه فرحنا كلنا، فبقول له على فكره انا فرحانه جدا النهارده، مش عشاني أنا فرحانة، لا عشان جورج دلوقتي فرحان، أنا عارفة أن جورج دلوقتي في هذه اللحظات هو فرحان ومتأكدة. قال آه طبعا طبعا حبيبي جورج كده يعني، وطبعا قبلت بحنان أبوي يعني فائق حقيقي. السيد الرئيس بيشعرك ب يعني عارف دفء، بيقترب إليك بقلبه مش صحيح بجسمه صحيح حقيقي، يعني إنسان جدا الإنسانية عنده يعني متدفقة، ده اللي أقدر أقوله يعني حقيقي صحيح. طب دكتور قلت له، فحتى طلب مني يعني بيقول لي بص الحنان يعني والأبوة أبوة متدفقة، بيقول يعني فيها تطلبي مني أي حاجة مش عايزة تطلبي. قلت له أنا بطلب إن ربنا يحفظك ويديم رئاستك علينا أي أزمنة سالمة وسنين طويلة يا رب كده بكل نجاح وسلام يا رب يا رب يا رب، وربنا يا رب يرحم فناننا الكبير جورج سيدهم حقيقي. طيب خليني يمكن هسأل حضرتك على، احنا نعرف بالتأكيد الفنان الكبير جورج سيدهم اللي بنشوفه على الشاشة، لكن ايه اللي ما نعرفوش عن جورج سيدهم؟ شوف هقول لحضرتك حاجة، جورج سيدهم على الشاشة هو في البيت، هو على خشبة المسرح، هو في الشارع، هو في السوبر ماركت، جورج شخصيته لا تتجزأ، شخص ثابت المبادئ، المبادئ عنده ثابتة ولا تتغير ولا تتجزأ، في البيت زي في المطبخ زي في مع أصحابه زي في الرحلة زي في السوبر ماركت زي في الشارع زي في جورج مش بيمثل على فكرة، دي ده جورج very natural طبيعي كده، طبيعي هو طبعه كده طبيعي كده، وده اللي كان بيوصل لنا بصراحة. يعني احنا كنا دايما نحس انه لو قابلناه في الحقيقة هو 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 فعلا، يعني 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 حتى لو دخل صيدلية يشتري دواء لا تتخيل يقلب البتاع كله ضحك وهزار، لو دخل سوبر ماركت ولقى زحم بعد ما بيدخل احيانا فيقول للراجل ايه صاحب السوبر يقول له انا عايز كوميشن دلوقتي لاني بعد ما دخلت البتاع اتملى، هيبقى في زباين كتير داخلين يعني عارف جورج طبيعي جدا بسيط جدا شديد البساطة جدا شديد التواضع جدا، يعني جورج مهما يعني قلت صفات الحقيقة مش هقدر أعددها، لأني تبص تلاقي جورج إكسير السعادة عند جورج هو أنه يدخل الفرحة والبهجة للآخرين، يسعد الناس، ده أكتر حاجة تسعد جورج، يعني دايما قلبه عامر مملوء بالسلام دايما، يعني يعني عارف الفن عنده لا يتجزأ على فكرة، يعني عنده فن يعني حب الفن حب السفر حب يعني أكتر حاجتين يحبهم جورج الفن والسفر، لا يعني يعني لا يتجزأوا بالنسبة له، كلاهما متعة خاصة جدا في حياة جورج. الله. وضيف على الهوايات دي يحب جدا الأنتيكس جدا جدا. أوكي. ويستهويه جدا حبه للطهي، يعني يجيد بمهارة فائقة في الطبخ، ذواق جدا. الله. ومميز جدا وله إضافات خاصة في المطبخ، يعني أنا يعني اتعلمت منه حاجات كتيرة جدا جدا طبعا للدرجة دي؟ تقريبا ما فيش حد في كل أصدقاء خارج وداخل وقرايب ما كلش من إيدين جورج، لأن جورج كريم جدا شديد الكرم جدا، يعني عارف لو قلت لي ايه صفات يعني جورج
ينفرد صفات يعني لا يختلف عليها حد. تلاقيه قمة الوفاء، قمة العطاء وكرم شديد جدا، عطف، حب، حنان، شفقة، إنسان بسيط جدا في حياته الخاصة والعامة، شديد الكرم في عطائه مع الآخرين حقيقي. وإيه كمان حاجة مهمة جدا في شخصية جورج، جورج دايما عارف وان واي، يعني شخصيته دغري، يعني ما عندوش يسود يا ابيض، ما عندوش دغري. الجزء الرمادي ده لا يوجد في حياه جورج نهائي، راجل دغري يعني زي ما نقول. احيانا اقول له يا يعني اني لا اكذب لكن اتجمل، انا احيانا كنت اقول له ابدا، يعني مستعد دائما جورج انه يدفع حياته ثمنا للدفاع عن مبادئه. فعلا لهذه مقوله لجورج ربما تكون فعلا عاشها بالتفصيل، فلا عجب ان الناس حبته للدرجه دي بصراحه، للدفاع عن المبادئ بتاعته. عنده مبادئ، ملتزم جدا، شديد الالتزام جدا، شديد الاخلاص جدا. لا لا الحقيقه انا مش عشان ان جورج بتكلم كده، لا، لانه ما فيش حد قعد مع جورج او قضى وقت مع جورج او صادقه او عارفه عن قرب وعن بعد الا يعني يطيب كل نفس قعدت معاه، يعني بحنان، برقة، يعني مشاعره رقيقة جدا. مش قادر أقول لك يعني مهما وصفت جورج الحقيقة أنا لا فيه حقه على الإطلاق يعني بجد. وكمان إيه يعني وطنية جورج، إنسان وطني حتى السمالة، يعني ينتمي لوطنه بشكل يعني مهما قلت لك. كان لما يبقى في رحلات وراجع الطيارة كان يقول للمضيفة بسرعة بسرعة اديني، وحشتني مية النيل، عايز أشرب من مية النيل. يعني عارف أنا شايفة دلوقتي أن جورج يعني حصد وما زال يحصد حب وتقدير صح الناس كلها، يعني كل الناس بيحبه فعلا، يعني مش حد يختلف، يعني حب الناس تاج على الراس فعلا، يعني كنز كبير. جورج ده ورث هذا الكنز، يعني الحقيقة ده أحلى ميراث بجد. ايه أكتر حاجة كانت تزعجه أو تضايقه؟ أكتر حاجة تضايقه؟ أو تزعجه، يعني ما يبقاش مبسوط. تتصور إن جورج يعني حتى لو في حاجة بتضايقه لا يظهرها على الإطلاق. جورج على فكرة مش كثير الكلام، يعني يعني ممكن جدا، يعني أنا مفروض زوجته مثلا، أو يعني لو صدر خطأ من حد تجاهه أو حتى يعني مش بس ممكن يقول لي أو يفصح عن هذا، لا يمكن يقول كلمة على حد وشه ولو كان حتى أخطأ إليه جدا مهما كانت الإساءة. لما أسمع جورج حقيقي حقيقي قال كلمة وحشة على أي حد، صدقها دي؟ أصدق جدا، لأنه أعتقد ده اللي وصل لنا كلنا حتى من أدائه وإحنا نشوفه على المسرح أو في تمثيلية أو في فيلم، إحنا حاسين بكده يعني. وأنا أظن أنه إحساس صادق، ما يعني أو شعورنا تجاهه صادق. إحساس جورج ده الحقيقة فعلا، يعني صراحة هو كده فعلا فعلا. طب بما أن إحنا اتكلمنا على الأكل، إيه أكتر أكلة كان يحبها؟ لا ده أكل هو كمان إيه يعني، ده هو ده ما اقدرش اقول احد، ان الاكلات كلها اللي بيعملها، ده انت لو جبت نص جمهوريه مصر هتقول لك الاكلات اللي اكلناها من ايدي جورج. لما حصل انت عارف لما حصل اتحرق مسرح الهوسابير في حاجه يمكن 81 82 ف جورج الحقيقه تعب جدا جدا طبعا. جدا نفسيا وجسديا، فاللي حصل جات له جلطه في القلب، فاضطر لازم حصل انسداد في الشريان الأورطة. المهم اضطر يسافر لندن، مجدي يعقوب عمل له الأوبن هارت، غير الشريانين في القلب، ميجور اثنين ميجور شريانين. يعني أنا حكيت لك الحكاية دي عشان أقول لك إنه بالنسبة للأكلات اللي يعني، فكان جورج بيحب الأكل جدا، يعني يحب الأكل بتاعه لأنه يعني أكل جميل جدا جدا، كل الأكل جميل جدا، طعم يعمل أكل طعم، حاجة محددة يعني ما أقدرش أقولها لك يعني.
وعايزه اقول ان جورج الحقيقه يعني انا لما بفكر في جورج هقول لك حاجه، بلاقي ان عمره الفني اكثر فنان عمره الفني هو جورج الفني. ليه؟ لما اتحرق الهوسابير قعد 10 سنين يعني اطلاقا جاب ارض بالنابالم مسرح الهوسابير، فقعد 10 سنين جورج بمناسبه الحب للاكل، فاضطر بعد ما راح عمل الاوبن هارت والى اخره، مش قادر جورج من النوع اللي ما يقدرش يعمل كوبي من الحاجه كده سريع نو يتاثر تاثير جامد جدا يعني. فالمهم ففتح محل ميني مشوي في هليوبوليس في مصر الجديده، فكان الاكلات لانه كان بيعمل بايده معاه يعني طقم شيفات، لكن هو كان ليه اضافات ومذاق خاص، فكان لا تتخيل على حتى الاكلات كان يقول لك كله يجري مش عارفه على ايه على اسامي المسرحيات بتاعته. ايوه من وشي وجه غور وجه حاجات كده يعني على حاجات الثلاثي يعني. ايوه فكان يعني الاكل بتاعه حلو قوي قوي جورج. وبعدين جه بعد يعني 10 سنين توقف جورج عن العمل الفني، ثم بعد كده 24 سنه جه المرض الاخير. فعمر جورج الفني قصير جدا، ومع هذا ده اللي انا بفكر فيه، انه ترك بصمه تقدير وحب واعتزاز لدى الوطن العربي كله. الحقيقه انا لما بفكر فيها بلاقي ان ده يعني ده عمل ربنا مش عمل يعني. صحيح صحيح، نعمه من ربنا موهبه كده. صحيح صحيح يعني، دي كانت تصريفات ربنا. مش سهل ابدا ان الانسان يتوقف طول السنين دي كلها، و الحب الناس في قلوبهم لجورج كان عميق جدا جدا الحقيقه. جدا. وبعدين حتى الاجيال الجديده يعني الولاد الصغيرين والبنات الصغيرين عارفينه وبيحبوه. جدا 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 حقيقي. لا جورج لا ده الاطفال بتحب جورج جدا جدا جدا. الكل يعني بيحبه كبار وصغيرين، يعني هو جزء من تكوين الكل بصراحه. الله يرحمه. وانا اشكر حضرتك جدا 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 على وقتك معانا اللي اديتيه لنا بجد. محبتكم في القلب بجد. يا رب يخليك. الواحد قال وعمل يعني، انا بتمنى لكم مزيد. النجاح موجود بس انا عايزه مزيد من النجاح يا رب، وليك كل التقدير. والبرنامج ده الخاص جدا انا بعتبره يا بختنا برنامج خاص جدا يا بختنا، يعني بتكمل المسيره والمشوار بتاعه. الله يخلي حياتك يعني يا دكتور، دايما بالتوفيق والنجاح. كلنا بنحبك يا استاذ يا رب يخليك يا دكتور حقيقي. وكل سنه وحضرتك طيبه كده وعيد سعيد كده، قبول ممتع لدى الناس حقيقي. الله يخليك يا دكتور والله، ربنا يخليكي. انا اسف. كل سنة وحضرتك طيبة، وعيد سعيد على حضرتك وعلى كل أهالينا يا رب. كل الشكر دكتور ليندا مكرم، أرملة الفنان الكبير العظيم الرائع جورج سيدهم، الله يرحمه.